هي كرة ثلج الانهيارات المالية تحط رحالها في ملعب الاقتصاد التركي الذي يتعسر يومياً بعد سلسلة من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، وأدت إلى انخفاض قيمة الليرة بنحو 30% الشهر الماضي متراجعة إلى مستويات قياسية، وهو ما ساهم في رفع التضخم إلى أكثر من 21%، مع العلم أن وزير المالية والخزانة التركي الجديد نور الدين النبطي أعلن أن عجز الميزانية سينخفض إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وستتم إدارته بانضباط مالي. وزاد تأزم الوضع توقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا 25% في الشهور المقبلة، وإشارتها إلى أن حصول خفض آخر محتمل لأسعار الفائدة الشهر الجاري سيزيد تقليص توقعاتها ونظرتها إلى الاقتصاد التركي، متوقعة أن يراوح معدل التضخم بين 17% و18% نهاية العام 2022. ولم تستبعد الوكالة أن يحد استمرار ارتفاع التضخم في تركيا من التوسع الاقتصادي، وأن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% العام المقبل، مما يقدر بنحو 11% هذا العام. وكانت الليرة التركية هبطت في الأيام القليلة الماضية أكثر من 2% متراجعة إلى مستويات قياسية منخفضة مع تجديد الرئيس رجب طيب أردوغان التزامه خفض أسعار الفائدة. وبدا تصريح أردوغان في سبتمبر الفائت بالغ الدلالة إذ أعلن أن بلاده تهدف إلى رفع إجمالي الدخل القومي إلى أكثر من 800 مليار دولار خلال العام الحالي وإلى مستوى تريليون دولار بنهاية فترة البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى. فهل ينجح أردوغان في تحقيق تطلعاته الاقتصادية وإنقاذ البلاد من انهيار مالي محقق؟